بارك الله في هذا الشوط. فتحت البوابات واندفعت الانتاج عمر السنتين التي لم تربح في شوطنا الثاني من علامة 1600 متر على بركة الله تعالى. بلاسك في المقدمة في هذه اللحظات المطاردة لأثبت لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز صلاف، أيضا في المركز الثاني والثالث لأثبت، والثالث أو الرابع لرقم 9 عمر في هذه اللحظة، ولا زالت الصدارة لـ8 بلاسك يتقدم في هذا الشوط. مشاهدينا، من المشاركة الثانية لبلاسك مع محاولات أيضا لأثبت في هذه اللحظة، في محاولة أيضا للتقدم في هذا الشوط للأبيض، وصلاف أيضا المحاولة تأتي من صلاف في هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، مع محاولات الآن نشاهدها كذلك لرقم 9 للتقدم إلى المركز الثاني عمر، وصلاف في المركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الكرام، بدأت الإثارة مع الاقتراب من المنعطف قبل الأخير. المحاولة تأتي لـ9 عمر وصلاف، والمصادرة لبلاسك في هذه اللحظة، في هذا الشوط، في هذا الجزء من السباق. لا زالت الصدارة لبلاسك، أيضا التقدم لعمر. المنعطف الأخير، بداية الخط المستقيم مع عمر يخطف الصدارة في هذه اللحظات. عرابي يأتي وكذلك صلاف يحاول في المركز الثاني، وعمر يحافظ على الصدارة. ما شاء الله تبارك الله، عمر في طريقه إلى الصدارة والمركز الأول، محافظة ما شاء الله مع جبرت راموس إلى المركز الأول بكل قوة. صلاه في المركز الثاني، المركز الثالث لعرابي، المركز الرابع لرقم 14 وعد الحر. إذا ما شاء الله تبارك الله، رقم 9 عمر سلطان بن عبد الرحمن العماد.